ايمن حفني، وجود الونش، فتوح، دونجا، العناصر دي اللي كانت بتاخد وكانت موجوده ما فيش اي مشكله. فرصه النهارده برضو لانه يدخلهم ويقحمهم في اجواء المباريات الرسميه. نيبوشا كابتن فاروق، طب خلينا نقول بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نادي الزمالك عامل في الخط الدفاعي اثنين يمكن بقى لهم فتره ما بيلعبوش، احمد فتوح والونش، وعامل في خط النص يمكن مغير شغل داووده، حطه ارتكاز ومحمود دونجا موجود، فالاثنين اصلا عندهم النزعه الهجوميه اكتر من النزعه الدفاعيه. النهارده بيبدا بايمن حفني، بقى له فتره ايمن حفني ما بيلعبش، فالاثنين اللي بيلعبوا تحتيه المفروض هيبقوا بيساندوه بشكل قوي جدا، وخصوصا في المعدلات البدنيه، يدوا له مساحه ان هو يشتغل ويبقى صانع العاب من غير ضغوط دفاعيه. النهارده نادي الزمالك بيقابله مشكله، ان نادي الزمالك النهارده عنده فرقه بتلعب في 30 40 متر الناحيه الدفاعيه، فمحتاج ان هو يفتح الملعب الاطراف، عنده العمق الملعب اللي لازم اللعيبه تلعب الكوره من لمسه ولعبه، عنده الكثافه العدديه لازم تبقى موجوده في ال 18، الكرات الثابته لازم نادي الزمالك يستغلها بشكل كبير، الاداء الحركي بتاع اللعيبه، انت محتاج اللعيبه بعد ما تلعب الكوره تبتدي تتحرك عشان تبقى في مساحات موجوده في نص الملعب لنادي الزمالك بشكل كبير. وده النهارده المنهج اللي المفروض يشتغل عليه نادي الزمالك. كاسونجو لازم يبقى موجود في الصندوق عشان يدي مساحه لعيبه نادي الزمالك ان هي تيجي تساعده من تحت، وبالتالي يخلي الدفاع بتاع فريق المنيا ما يتقدمش لقدام، ان المنيا النهارده هتلعب دفاع متاخر، وده هتبقى ميزه لنادي الزمالك لو نادي الزمالك عرف يستغلها، وتبقى مشكله برضك لنادي الزمالك لو نادي الزمالك ما عرفش يفتح الملعب ويستغل الاطراف. عشان كده لو بتلعب في الاطراف انت محتاج ان الاداء الفردي برضك لمدبولي وعبد الله جمعه، انت محتاج الاختراقات، محتاج ان هم يروحوا ياخدوا فاولات، ياخدوا ضربات جزاء. يمكن هنشوف المباراه، احنا بنتكلم كتوقع او يمكن صحيح. تخيل قبل المباراه، لكن احنا هنشوف المباراه. الزمالك من البدايه لازم يسوق المباراه، لازم يستحوذ، لازم يسيطر. نادي الزمالك النهارده لا يفكر الا في المكسب، وبالتالي اللعيبه الجديده دي لازم، او اللعيبه اللي حدث بيها نادي الزمالك اللي رجعت، لازم النهارده تثبت وجودها في المكسب.